أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين في مختلف مناطق المملكة تقدم صورة جميلة لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وهي محطة نستحضر فيها بفخر واعتزاز كل إنجاز ونجاح صنع بتفان وإخلاص ليسهم في رفعة الوطن ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى افتتاح سموه مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، والذي تنظمه وزارة الإعلام ضمن موسم أعياد البحرين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى القرية التراثية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أسماءيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها وهي تنعم بالأمن والنماء والخير في ظل قيادة جلالة الملك المعظم أيده الله. وأشار سموه إلى أهمية الاحتفالات والفعاليات في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والهوية الوطنية، لافتا سموه إلى ما يمثله مهرجان العيد الوطني بالقرية التراثية كأحد المهرجانات التي تستعرض محطات تاريخية هامة من تاريخ البحرين وتبرز الموروث الشعبي البحريني والتراثي الأصيل وتجسد الإرث الحضاري الغني لمملكة البحرين بما يسهم في الحفاظ عليه وتوريثه للأجيال القادمة. معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي وزارة الإعلام القائمين على هذا المهرجان وجهودهم التي أسهمت في إظهار المهرجان بالمستوى المتميز، متمنيا للجميع مواصلة التوفيق والنجاح. وخلال الافتتاح اطلع سموه على لوحة فنية من التراث الوطني قدمها الحرس الملكي وفريق الكري، كما قام سموه بجولة اطلع خلالها على فعاليات المهرجان الذي ينظم هذا العام بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، ويشتمل على العديد من الفقرات والأنشطة التي تعكس الإرث التاريخي والحضاري العريق لمملكة البحرين وتعبر عن الهوية الوطنية كالعروض التراثية والحرف التقليدية والسوق الذي يعرض منتجات محلية متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال. من جانبه رفع سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على تفضل سموه بافتتاح مهرجان الأعياد الوطنية في القرية التراثية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على استمرار هذا المهرجان الوطني سنويا لما يمثله من تجسيد للهوية البحرينية الأصيلة ولما يحمله من معان تعزز من قيم الولاء والانتماء لهذه الأرض الغالية. كما يعد المهرجان فرصة لتسليط الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل 25 عاما بتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وبمساندة ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. We'll be right back.
ضمن موسم أعياد البحرين، ها هي القرية التراثية تعيد فتح أبوابها للجميع، حاملة في نسختها الرابعة العديد من الفعاليات التي صممت لتكون شاهدة على عمق وأصالة التراث البحريني، حيث تجتمع هنا الأصالة والعراقة والتراث الشعبي والفنون في وقت واحد. تشرفنا بافتتاح سيدي سمو الشيخ محمد بن سلمان للقرية التراثية ومهرجانها بمناسبة العيد الوطني في نسخته الرابعة، والحقيقة تواجده معانا الله يطول عمره يعني كان دفعة كبيرة لفريق العمل ولجميع الموجودين في المهرجان على أن يقدمون الأفضل في هذه النسخة. أيضا هناك مزج جميل بين الحداثة والتراث في عدد كبير من المحلات اللي موجودة اللي تقدم يعني أفكار مبتكرة مثل الألعاب، ألعاب الأطفال اللي تشجع على تحفيز الأعمال اليدوية التراثية، على تحفيز بعض المهن اليدوية للأطفال. والحقيقة يعني اليوم فرحتنا بأن نشوف الأطفال مع عوائلهم وجميع المشاركين كبار السن يعني متواجدين، ونشوف الفرحة في عيونهم. هاي الحقيقة هدفنا أن نشاركهم لحظاتهم بالاحتفال بالعيد الوطني بصورة مميزة. أول شيء نشكر سعادة الوزير على التنظيم الرائع وفريق العمل تلفزيون البهرام والإعلام، ونشكر يعني النخبة من المنظمين نفسهم على الترتيب وسهولة إحنا كمشاركين القرية. إحنا وايد سعيدين بالحضور الغفير من الناس، شرف لنا أن إحنا نكون نضيف الناس ونتشرف الله يسلمك بلباسنا الله يبارك فيك التراثي، نروي حق عيالنا والأجيال القادمة ونبين لهم شنو تاريخ البحرين وعراقة أهل البحرين. وزارة الإعلام حرصت في هذه السنة على أن تكون هذه النسخة من المهرجان السنوي مختلفة تحوي العديد من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث يقام لأول مرة أوبريت فني يحتفي بالتراث والثقافة البحرينية، يشارك فيه نخبة من الفنانين الذين سيقدمون عروضا تفاعلية للجمهور. طبعا القرية التراثية دائما ما شاء الله مبدعين في احتفالات بالعيد الوطني، دائما في البداية وايد يستمتعون فيها اليهال، يعرفون اللي هو تراث مملكتنا البحرين، شلون كانوا الأول، شلون كانوا قعداتهم وشلون كانت عاداتنا وتقاليدنا. والله ما شاء الله هالسنة مبدعين أحسن من السنة اللي طوهت، بس إن زايدين الفعاليات وأحلى، وايد حبيت، أتمنى تيون ويا عيالكم، الفعاليات وايد حلوة وايد بتستانسون. يعني اليوم الافتتاحية مال القرية التراثية وكانت الأجواء وايد حلوة والإعلاميين ما قصروا، وحياكم الله وإن شاء الله بتعجبكم الأجواء وايد، وإحنا كمشتركين ما نبي نطلع من هالأجواء. القرية التراثية بما تضمه من برامج متنوعة وأركان مختلفة أصبحت اليوم أداة حيوية ومهمة في تعزيز مفاهيم هذا الماضي المتجدد لدى الجيل الجديد، وفرصة استثنائية لتغدو بوابة العبور إلى المستقبل ليستمد الأجيال عزيمتهم من تاريخ الأجداد وتميزهم في مختلف المجالات. إحنا كفريق الكري نقدم العرضة ونقدم ركوب الخيل وركوب العجل ونقول للطيور، وأشكر وزارة الإعلام أن فتحت القرية والأجواء ما شاء الله زينة. أدعي الجمهور أن يجون القرية التراثية ويشوفون الجو الحلو. اليوم والله أنا رحت يا أهلي القرية التراثية، والله استأنست وايد وقعدت، ومشكورين وزارة الإعلام. وعلى مدى الأيام المقبلة وضمن احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية، تواصل القرية التراثية تقديم كل ما هو جميل من عصر الآباء والأجداد لتصنع للزوار أمام نصب أعينهم تفاصيل تاريخ البحرين وماضيها الجميل الذي لم يغب يوما عن ذاكرة الأيام. بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر، ها هي القرية التراثية تعود بفعالياتها المتنوعة لتحاكي الزمن الجميل بجملة من العروض التراثية والعروض الحية لتواصل سردها للتاريخ والأصالة البحرينية العريقة. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.